وصلنا مشاهدين الكرام إلى ركلات الترجيح. سيبذل اللاعبون أقصى ما لديهم من جهد المحافظة على الهدوء، على هدوء أعصابهم. الآن مع تنفيذ الركلة الأولى مبابي يتقدم إلى منطقة الجزاء من أجل أن ينفذ الركلة الأولى. هل يحصل على، ورغم الضغط الكبير يتفوق على الحارس، يضع الكرة في المرمى. ثقة واضحة عليه وكرة في منتهى الروعة. براندت يحاول أن يلعب بأعصاب الحارس قبل تسديد ركلته. الكرة في المرمى، النتيجة 1-1. بدالي أنه متوتر جدا قبل تنفيذ الركلة، لكنه تمكن من التسجيل. ثم اللاعب الثاني، تسديدة في منتهى الروعة، في منتهى القوة. بدالي أنه مستحيل التصدي لها. يتقدم اللاعب الثاني في الترتيب. ارتمى الحارس في الاتجاه المعاكس. الله، كرة في منتهى الروعة، خدع الحارس بطريقة بارعة. لعب الكرة في الاتجاه الآخر. يتقدم المسدد الثالث. يتصدى حارس المرمى للركلة. تصدي غير عادي من حارس المرمى، يجعل زملائه يفتخرون بهذا التألق، بهذا الإنقاذ. يتصدى لها الحارس. الله على هذا التألق. عندما نقول حارس كألف ينجح في صد الركلة. يتقدم رابع لاعب في تنفيذ ركلات الترجيح. يضعها على يسار الحارس. تقدم وسددها بكل ثقة. هذه ركلة جزائية مذهلة. يا سلام على براعة الحارس. تصدي غير عادي للمرة الثانية. هل يسجلها ويصبح بطل هذه الليلة؟ إذا سجلها يمر فريقه. يا سلام، ينجح في إنقاذ فريقه. هذه كرة الاطمئنان. ألمانيا لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. ألمانيا لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. وهدف، ويقفز الجمهور من الفرح. هذه كرة في المرمى، 3-3. الأجواء نارية مشتعلة الآن. الآن الدور على اللاعب السادس. يا هدوك، حطها بشكل جميل في وسط المرمى. ألمانيا، هل هي كرة التعادل أم الخسارة ونهاية كل شيء؟ ألمانيا عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. يا سلام، نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء الصعداء. يا لها من ثقة، يا لها من إمكانيات. كرة في المرمى. الآن حان الدور على المسدد السابع. تصدي رائع، تألق الحارس في إنقاذ الكرة. وقت اللاعب السابع. كرة رائعة، حمل على عاتقه مهمة كبيرة وكان في الميعاد. الدور الآن على ثامن اللاعبين في قائمة المنفذين. أرسل الحارس إلى الاتجاه الآخر. ضربة مذهلة. ألمانيا، هل هي كرة التعادل أم الخسارة ونهاية؟ كرة أخيرة تهدي الفوز للفريق. مع عدم توفر أي فرصة لتحقيق الفوز، ما عدا حل آخر إلا ركلات الترجيح.